تعرفني وقت هتشي براسي. يا ريت بتحط مخ براسك. عادي يا حبيبي. لا منه عادي حبيبي، منه عادي. فهمنا انه نرفق من زمان، بس انه ضروري تزدنا اياها بكالجمله. بعدين هشو انت سمعتيها زي زي حبيبي شو ها؟ لا لا انا لو كنت محلك جنيت. ايه شو كنت عملتي محلي تيما؟ كنت قلتي له زين ليش وظفت بروجكت مانجر جديده؟ شو كنت عملتي؟ ما بعرف شو كنت عملت، ما بعرف. معك حق، بس ليه هي؟ ليه هي سبيسيفيكلي؟ شو قصدك؟ ما بعرف شو قصدي، اوكي؟ ما بعرف، خلص ما حبيتها، اوكي؟ استفزتني، ماشي؟ استفزتني، ما حبيتها. بعدين ما حسيت رح زيد شيء للشركة. إن شاء الله أستاذ زين يكون عارف حاله شو عم يعمل. تيما، واضح إنه هن أصحاب من زمان، بده حدا يرتاح معه بس. ما في شيء اسمه أصحاب من زمان، كبري عقلك سارة. ليكي، أنا ما حبيتها وما ارتحت لها، خلي عيونك عشا عشا، وبكره تذكريني إيه؟ ولا تيما قالت. تيما، أنت بتعرفي أنا وزين تركين، وبركي ما نرجع لبعض، خاصة بعد يلي عملته، أوكي؟ فبليز ساعديني أنسى، ما بقى بدي أحكي بالموضوع. ماشي. مرحبا. مرحبا سارة، بدي احكي معك شيء بخص مشروع المشفى بليز. ايه انا رح اروح لعند هادي احكي معه بخصوص مشروع البلدية بالاذن. اوكي تفضلي. باخر مخططات عملتيها من بعد قرار توسيع الارض، يعني بدها دراسة اكثر. انا هون عم بحكي على الملحق الجديد. اوكي هلا برجع بشتغل عليهم ببعتلك اياهم ايميل. وبليز بسرعة شوي، لأنه كمان بدي مياه تطلع على المشروع وما بدي اياها تحس بنقص. زين حبيبي في أحكيك؟ أي أوكي شوي وبجي، انتظريني بالمكتب. أوكي أوكي تمام؟ أي هلأ بلش شغل عليهم دغري. أوكي آه كنت بدي أقلك شيء، مياه كتير جدية بالشغل وببين عليها هذا الشيء، بس هي بنفس الوقت متفهمة كتير. يعني بدي أقلك أنه إذا حسيتي بأي ضغط فيك تقولي لها عادي. مية، فيني أطلب منك طلب وبدون ما تعملي لي محاضرة؟ أكيد. زي ما تقولي لي إياها قدام الموظفين بليز. أوكي إذا كنا لحالنا كمان؟ سبق وكنا لحالنا وقلتي لي إياها وأنا ما قلت لك شيء. يلي عم أقوله إنه قدام الموظفين ما تقولي لي إياها.